اهلا فيكم في حلقه جديده من جمل دارك، البرنامج اللي يساعدكم بمفاجاه افراد عائلتكم واحبائكم بتغيير المساحه الخاصه فيهم بشكل كامل. وهالشيء بيصير خلال غيابهم عن المنزل، من تغيير الاثاث والوان الجدران الى تركيب الاضاءه والاكسسوارات، كل شيء بيتم تغييره الى ما يحتاجوا او يحلموا فيه الاشخاص اللي تفاجئونهم، وهذا كله بيتم بساعات قليله. مع مقدمينا ميثا عبد الجليل ورافد الحارثي. حلقتنا اليوم بتكون مع محمد اللي طلب مساعدتنا علشان يفاجئ ولد عمه عبد الله اللي بيسكن وياه بسبب عمله الجديد. عرفتي؟ رحب فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج جمل دارك. أكيد اليوم مفاجأة بتكون غير، لكن مفاجأتنا بتكون حق عبد الله اللي بيفاجأ ولد عم محمد. لكن شو المشكلة ميثا؟ ما في مشكلة إن شاء الله، والمفاجأة بتكون بتغيير غرفة، لكن الغرفة أصلاً مو بغرفة نوم، هي غرفة تخزين ونحن بنحولها لغرفة نوم. وبعد عبد الله نقل قريب لدبي، فحابين نغير الغرفة كاملة بالنسبة له. خلنا نشوف. أنت تعرف محمد أصلاً يعني هو أصلاً نقل وكان عمل الغرفة غرفة. تخزين ترى جديد ساكن، فحاب انه يفاجئ هو جاي. تعرف الحين انه محمد ما في دبي. مرحبا محمد، كيف حالك؟ خير الله يسلمك. ميت البرنامج ويانا في البرنامج. هذا مرحبا. ليش نشوف الغرفه؟ بسرعه حياكم. يلا تفضل. مشكور. وين الغرفه؟ حياكم. تفضل تفضل تفضل. يلا يلا. الغرفه ما شاء الله يعني خاصة اليومين. أنا للحين ما شفتها. أيوه أنت ما تشوفون الغرفة؟ ويش غرفة محمد؟ ما خليت شيء، ما حطيتها فيها غرفة صغيرة؟ غرفة وما خليت شيء. تعرفين عزابية، تعرفين العزابية يعني يفرون أي شيء. زين. ما شاء الله. شو سالفة الدرايه؟ ليش مخلينها؟ والله الدرايه عندي موجود ما أعرف صراحة. الدرايه أنا عندي. حطيتها. أنا عندي خبرة في الدرايه هذا. شكرا رافد هو بيساعدك. جمل دارك عرفنا على كل شيء. أي شيء ما تعرف في حياتك ما بيعرفك عليه البرنامج. زين. محمد نبي الحين نجلس ويا بعض ونحط خطة للعملية، يعني عبد الله شو يحب ألوان، شو الطابع اللي يحبه في الغرفة، سواء كان كلاسيكي مودرن يعني عصري. فشو رأيك الحين نجلس أنا وأنت شوي ويا بعض ونحدد على سبعة شو بصير أشتري. أنا بصير اليوم على فكرة. أوكي. اليوم ما تعرف أنت العزاب لازم لمسات نسائية تكون في الشغل. وأنا بتكفل فيها اليوم. بخليك اليوم تأخذين الأثاث وشو الألوان اللي يحبها، وأنا بصير أول شيء أستغل الوقت يبي العمال نبدا بالشغل. انزين وانا الحين برتب مكان. يلا هذا يلا التسير. الغرفه حاليا عباره عن مخزن غير منظم ومليء بالعديد من الاغراض اللي تراكمت بهالمكان لعدم حاجه محمد لها. لكن الان بعد ما قرر انه يستضيف عبد الله راح يحتاج يحول المساحه الى غرفه نوم مع جميع مكملاتها. يحب يعني الاشياء البسيطه، اشياء الستايل العادي، يعني ما يحب الاوروبي. يحب الستايل العربي؟ ايه يعني ما يحب الستايل الاوروبي بيتي واشياء الغرفه. انزين خلنا اليوم نسوي ستايل تصميم عربي شويه حديث. يا جماعه يا جماعه احنا ورانا شغل، خذوا اوراقكم وتناقشوا برا، خلينا نشتغل هنا. زين خلاص خلاص تفضل. خلاص خلاص على فكره ايش بغيت اقول لك، نحن بعدين ما بقول لك. بعدين مشكله، مفاجاتكم خليها بعدين. انا ما بقول. يلا يلا زين شنو شيء بيتكم انتوا ظاهرين يعني ساعدونا على الاقل يا جماعه. وين تبتي؟ انا ابو تونا تونا. يلا يلا اقول لك روغه يا محمد يروغنا رافض. زين على فكره رافض احنا اخترنا الالوان اوكي، بنحط اللون البيج وبنسوي خطوط شويه بديزاين باللون البني، فانا بسير بجيب لك الالوان وبين. زين تكون انت فضيت الغرفه. يلا الغرفة ما فيها العديد من الأغراض، يعني تفريغها من كل محتوياتها ما راح ياخذ منا وقت طويل، لكن السلم بروحه سالفة. خذنا كل الأغراض أو معظمها، بنبدأ المشكلة الكبيرة اللي هم يعانون منها السلم، لكن إن شاء الله مع خبر جمل دارك بنحلها. مع جمل دارك ما في مشاكل. ايش
هذا رافض بعدك ما خلصت؟ ايه بعدني. زين يبالا شوي اسرع. شو جايب بعده مو بوقت الحين، خلنا اول شيء نفضل غرفه بعدين نشيل بعد مال الستاير هذا. انزين انا بقول لك شيء، انا بقول لك شيء، لازم اخلص بسرعه لان لازم ادهن الجدران وياك طبعا، وبعدين اخليك اصير اجيب الاغراض صح الاثاث. فيلا خلنا نسرع شوي. مع خروج جميع الأغراض من المخزن القديم نقدر نبدأ مشوار تحويله إلى غرفة جديدة تكون ملاذ ومأوى لعبد الله من شقاء العمل. من الغريب كيف لمسات عديدة لكن بسيطة ممكن تحول أي مساحة إلى دار ومكان يبعث بالطمأنينة. ما سوتها عدل. توكلكم صراحة لا توكل لأن يتلفون. توكل. وين 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 بتصير؟ وين وين بتصير؟ خلنا. وإذا يا عبد الله؟ لا ما عليك، وانا قبلها بخبركم. خبرني قبل ما هي. اوكي ان شاء الله. زين خليك على تواصل ويا رافد ان شاء الله. لا تاخر، يعطيك العافيه. حياك. ومثل ما تشوف محمد خلانا ورافد، وانا ورافد الحين بنتم رواحنا، وان شاء الله عبد الله ما هي علينا في اي وقت ان شاء الله. لكن خلنا نكسر الوقت ونكمل شغلنا. يلا يا رافد. اوكي بي يا ما شيخه بي، ممكن لو سمحت تحل هالموضوع؟ ها؟ حل هالموضوع. اي موضوع هذا؟ وي 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 غسل ايدك وما باك تسلم علي. يعني اذا في اي سبايدر عنكبوت اي حشره بتضرك فتاكل. على فكره بس اللي معلوماتهم هذا مو بعنكبوت، هاي فراشه. اوكي؟ اذا الفراشه اخذت اخفت منها، العنكبوت تخاف. انا انسان اخاف من الحشرات، يعني عاد لا حول ولا قوه. خليكم. وانا انسان اخاف من التاخير. قاعدين نضيع كثير من الوقت بالنقاشات والسوالف بدل الشغل. ترى أنا لاحظت شيء، لو كان المشروع شوية أسهل من غيره ميثا ورافد ياخذون راحتهم في البداية، ولما يقرب الوقت المحدد لنهاية العمل تصيبهم حالة من الهلع ويحسوا بضيق الوقت. بس إن شاء الله اليوم يكون غير باقي الأيام ولا تلهيهم السوالف. إنزين على فكرة، على فكرة أنا بخبركم الحين هذا هو اللون الأساسي بنحطك على كل الجدران، لكن التكشر أو التصميم اللي بنسويه بيكون موجود على هالجدار وعلى هالجدار عصب شين، بنبتدي فيهم الأول. بتسوي أي واحد أنت هني ولا هناك؟ بيكون بشكل مختلف. لا أنا بسوي هالجدار. إنزين خلاص أنا ببتدي هني. مع ان ميثا ورافد اتفقوا ان كل واحد بيستلم يدار معين، لكن خلال لحظات اتشوشت الامور وتشكلت المهام عليهم. طبعا هاليدار فيه ظاهر في طلع شرخ في اليدار هذا، فنحن راح نمعجنها قبل ما نصبغها. لكن التشويش كان من حسن حظنا، لان رافد اكتشف عدة اماكن على الجدران فيها عيوب وشروخ. قبل البدء بعملية الصبغ اتأكدوا من عدم وجود أي عيوب في الحائط، واستخدموا المعجون المناسب في حال وجودها، ولا تنسوا توسيع الصدوعات والثقوب الصغيرة حتى يدخل المعجون ويلزق بشكل كامل. تقسيم الأعمال ما نجح بشكل كلي في أول مرة، بس الفريق لازم يخلوا في بالهم أن التعاون أسرع بكثير من السباقات. بعد الانتهاء من اجتماعه محمد طلع ويا عبد الله عشان يتأكد من عدم رجوع للبيت خلال عملنا في الغرفة، وبيتم على اتصال دائم معنا ليخبرنا بوقت عودتهم. الطبقة الأساسية من الأصباغ جفت والجدران جاهزة لوضع التصاميم عليها، ورافد استلم مخطط الألوان من ميتا، وبهالطريقة يقدر يخلط الألوان ويجهزها، ومع الفريق يبتدوا بوضع التشكيل على الجدار المقصود، ولازم يخلصوا بأسرع وقت وقبل لا ترد ميتا من التسوق حتى يقدرون يدخلوا الأغراض الجديدة بسرعة. هل راح يكفي الوقت حتى نخلص مشروع اليوم؟ حتى نعاونه بمفاجأة ولد عم عبد الله، محمد طلب مساعدة فريق جمل دارك. تحدي اليوم هو عبارة عن مساحة كانت مستخدمة لتخزين أغراض ما يحتاجها محمد،
وتحويلها إلى غرفة نوم جديدة لعبد الله اللي بينتقل بسبب عمله. خلنا نشوف لأي مرحلة وصل الفريق بمشروع اليوم. عملية الصبغ شبه منتهية، لكن في حائط ما نقدر نلمسه إلى أن توصل لتتركب المفروشات، لأن التصميم معتمد على مواقع القطع المختلفة اللي بتوصل. والحين انتهينا من صبغ الغرفة كاملة، فالنترية إن شاء الله ميتة تي في الوقت المناسب وما تأخر علينا. ببدأ نظف الغرفة. التنظيف من الخطوات شبه الخفية، الواحد ما يفكر فيها أو يسوي حسابها، لكن من المهم معرفة أسرارها. كثير من الأشياء لازم نتخلص منها مثل الغطاء البلاستيكي، لكن هناك أدوات كالفراشي والدلاء اللي لازم نغسلها ونحافظ عليها. أما الشرائط اللي لزقناها لحماية الأزرار وغيرها، فإزالتها لازم تكون دقيقة حتى ما نخرب كل اللي اشتغلنا عليه. أنا خلص صبغ الغرفة وتنظيفها بعد، لكن بزل تحت بتريمها لين ما تي من التسوق. محمد خبرنا إن عبد الله حب يروح ويختار بعض المفروشات اللي راح يشتريها حق الغرفة. عليه إنه يقنعه بعدم شراء أي شيء لين باكر. ترى المفاجأة راح تكون بانتظار اليوم. أثناء تنظيف زوايا الغرفة من بعض آثار الأصباغ، باقي الفريق راح يشتغل على الأعمال اليدوية. راح ندخل مصابيح كهربائية إلى فوانيس من الطراز القديم، مضيفين لمسة تقليدية لتصميم الغرفة، ونكمل تطريز الستارة حتى يكون مقاسها 100%. شكل محمد نجح بإقناع عبد الله بتأجيل التسوق ليوم ثاني، لكن هذا يعني إن الوقت اللي بقى معانا أقل من قبل. رفت رجاني برا. حالك؟ تأخرت؟ تأخرت الغداء. يلا حيا بنزل الأغراض. خلص كل شيء وانت بعد ما يصير. إذا خلنا ننزل الأغراض وبعدين بوقف السيارة. يعني لو ميثة قربت السيارة أكثر من مدخل البيت كان وفرت علينا شوية دقايق، لكن حتى شوية بهاللحظات تكون لها تأثير، وهذا كله راح نحس فيه بآخر دقايق من المشروع لما تتكاثر علينا الأشغال ونرتبك على قرب الموعد. ما تحتاجون شحنة كبيرة لنقل جميع المفروشات. الأثاث المحزوم بشكل مسطح يمكن نقله بأي سيارة ذات حجم متوسط، لكن لا تنسوا أخذ قياسات مداخل البيت قبل إحضار المفروشات. شو تسوي رافد؟ خلوهم أنا بركبهم. شو تسوي بعد؟ قاعد أركب. ليش؟ أنا بركبها لي. أنا بركبها. خلص علي، أنا بسوي واحدة وأنت تسوي واحدة. خلص. شوف منو بيخلص الأول. يلا. يلا. يا جماعة، الحين مو وقت مسابقات، والموقف ما يتحمل أبداً مقارنة قدرات بين بعض. لازم نركز على المهام اللي تتريانا. ترى بعد في رفوف وسرير وطاولة، كله يباله تركيب. مثل ما تشوفوا مشاهدينا، انا ورافد قاعدين نتحدى بعضنا ونسينا ان احنا عندنا كبت وعندنا شبريه لازم نركبهم. عسبتشي انا وهو قررنا خالص، يعني انتهى الموضوع ان احنا لازم نتعاون ونخلص كل شيء بسرعه، وانا وهو بنتساعد. شيء غريب بس بنسويه. مو غريب ابدا، لازم تتساعدون. التعاون اسرع طريقه حتى نخلص قبل لا يرد عبد الله ومحمد. اذا كل هالوقت على درجين صغار، كم بنطول على باقي الغرفة؟ أقول
اقول لك تعرفي ما اشوف الغرفه شيء ضحك صراحه مثل الياب الزرار وفصل عليها البدله والله صدق ما دخلتنا بنزل اجيب سرير اوكي لا بس عدت رفجيت يلا خليني اساعدك لو بس ثقيلة كان بسيطة بس ثقيلة وطويلة وعريضة وسوت لنا مشاكل واحنا نحاول ندخلها للغرفة الحين نحن ما قدر ندخلها من هالمكان فبنضطر ندخلها من البلكونة ولين ما يكونوا فكروا بطريقة آمنة لهالحل راح يكمل باقي الفريق المهام الصغيرة داخل موقع العمل هناك عدة أدوات يمكنها إنقاذكم في مواقف مختلفة لتعدد استخداماتها ومنها الحبال، المصابيح اليدوية، سكين الجيب، الشريط القياس وأكيد المطرقة الجزء الصعب من المهمة انتهى وبعد وضع كل شيء في مكانه تقدر ميثة تبدأ بالتشكيل الأخير بس لازم يستعجلوا أكثر خفيف زي ما يبغاله أربعة. هاي بس شوف على فكرة مشاهدينا أبى أقول لكم على شيء يوم تحاولون تغيرون اتجاه الأثاث اللي عندكم في البيت لا تحاولون تجلبون شيء لأنه ممكن تكسرون الريول اللي تحت لأنه مثل ما تشوفون إن الريول مو بهني الريول يعني قريبة على الأرض فلازم نحن نشلها بكبرة وبعدين نجلبها فيلا شباب ممكن بعد في نفس الوقت يجرح الأرضية هاي نعم. يلا أيوة لازم تنتبه بكل خطوة تسويها ميثة أثناء استخدامها للأصباغ الحين ترى في وايد أشياء موجودة ممكن تتأذى بهالمرحلة مثل ما تشوفوا مشاهدين أنا قاعدة أحط التصميم اللي أنا مخترتنا على الإدارة وحبينا نسوي شيء مختلف وندخل لون غامج مع اللون الرئيسي وإن شاء الله يكون عيبكم وحين بسوي الصوب الثاني هنا مشاهدينا مثل ما شايفين قاعدين نطلع كل شيء بس قبل لا يطلع اي شيء رافت انا وروزي نبي نتساعد اوكي اوكي ونبي ننظف الغرفه انا عرفت ان هالشيء بيصير ضيعوا وقت بالمسابقات والسوالف اللي ما لها داعي والحين كل الفريق موجود بموقع العمل يحاولون انهاء اكبر عدد من المهام بقدر المستطاع لكن مر وايد وقت وما سمعنا أي أخبار من محمد وعبد الله إن شاء الله هم ما يفاجئونا بس الأخبار وصلت من فريق الكاميرا الخفية وهم متابعين سيارة محمد أثناء عودته مع عبد الله لموقع العمل لا لموقع المفاجأة خلاص هلا محمد هلا هلا شو ها وينكم خلصوا لي نص خلصوا انا ما قدرت البيت الحين ما اخذ عبود وعقب يكم لا خلاص احنا قررنا نخلص خلاص الحين متى راح تبدل وانا بصير ابدل وبقيت اللمسات الاخيره خلاص انتم وينكم جايين في الدرب عجل عجل ترى الحين في الدرب مو باقي الا شوي ما باقي الا شوي في الدرب والحمد لله الا شوي بالغرفه بعد ميثا خلي لعب الشمع انت دوم لعب الشمع تحت وصلوا تحت وي وي يا ليل يا ليل خلاص الشباب وصلوا البيت وخلال لحظات راح نشوف ردة فعل عبد الله لكل اللي سويناه اليوم خلاص اوكي 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 يلا اولنا بالشخص ساعة
السلام عليكم. السلام عليكم. كيف الحال؟ يا مرحبا رافد وزميلتي ميثم برنامج من دارك. محمد ولد عمك مسوي لكم مفاجأة، لكن قبل ما نشوف هالمفاجأة شو لازم أول شيء نسكر عيونه. سكر عينك أول شيء. يلا تفضل تفضل. ردة فعل هكذا استغرب في السالفة. مفاجأة والله من تفضل من الصراحة ما أدري شو بتكون والله. شو تتوقع يعني ولد عمك شو تتوقع يفاجئك؟ تفضل احنا الحين طالعين فوق نحن الحين. انت بعد الدري بس انت بعد الدري طالع الدري. يلا شو تتوقع تكون مفاجاته؟ والله هالشيء هالانسان مستحيل اقدر اتوقع منه شيء معين. ليش؟ شو مسوي في محمد؟ والله مسوي شيء بس من كثر المقالب دم ما يتوقع. انت تسوي فيه مقالب دائما؟ انا حلو الشباب زيد علي. يعني ممكن اليوم تكون مفاجاتنا مقلب، ما ادري نشوف. اكثر منكم صراحه. زين احنا وين الحين سايرين؟ والله كيف تتوقع من واحد مغمض عيونه شيء ما يعرف مكانه؟ زين زين بس نحن بنعد نقول واحد واحد اثنين. زين زين بس نحن بنعد نقول واحد واحد اثنين ثلاثة. الغرفة كانت عبارة عن مجرد مخزن غير منظم، مساحة مقتولة ومليئة بالعديد من الأغراض اللي ما يحتاجها محمد واللي تراكمت بهالمكان وما عرف كيف ينظمها لما انتقل عبد الله لبيته. لكن مع جمل دارك تم تحويلها إلى غرفة نوم بجميع مكملاتها، مكان يوحي بالراحة والاستقرار، مساحة خاصة تشكل ملاذ من التعب والإرهاق. مبروك عليك عبد الله. ما أذكر شو لعبتك جدا جدا ما أعرف كيف أشكركم الصراحة والله. لا تذكر يا رب بالضبط. أشكر محمد ما شاء الله عليكم والله. بعد خبرتنا شو يحب كلكم ما فيكم حيرة صراحة. وايد وايد انصدمت وايد للحين ياس أفكر في الموضوع إن كيف أختار وشو الألوان وشو التنسيق بس شرط ما أنا أبغى بالضبط. تستاهل عبد الله وبتفق إن شاء الله ورقاد العافية نقولك إن شاء الله. والله ما أعرف بالضبط أشكركم ولا أشوف أتأمل المنظر اللي صراحة شايفينه كسربرايز قدامي بس بصراحه فعلا كان جدا مفاجاه حلوه منك محمد واشكر بصراحه. ما سويت شيء صراحه الجماعه ما قصروا. لا والله يجزاك الله خير ويعطيك العافيه. ما توقعت هالمفاجات منك بصراحه. واشكر قناه بضبي الشكر اللي صدق يعني ان ما كنت ابدا اتوقع ان هاي الشيء يستوي ولا حتى ان بطلع في برنامج ويعني كنت اشوفه صراحه بالاحلام. لكن الموضوع بعد ما شفته هذا كله جزاكم الله ألف خير ويعطيكم ألف الله يعافيك. تسأل عبد الله. إذا مشاهدينا مثل ما شفتوا كانت هذه اللحظات الجميلة واللحظات الأخوية خلنا نقول في حلقتنا اليوم. تابعونا في حلقة قادمة من برنامجكم جمل دارك. مع السلامة. هذه كانت إحدى مفاجآت جمل دارك. تابعونا مشاهدينا في الحلقة القادمة ولو حبيتوا تشاركونا اتواصلوا معنا على الموقع الموجود أسفل الشاشة.